الكريم عليكم ان شاء الله حبيبي المسلمين بصورة عامة. والله رمضان قبل يعني كان يختلف عن هسه، قبل كانت حياة بسيطة وهذه، والناس كانت قوش رأيها كلش قوية، وصار إقبال كلش شوي على يعني بصورة عامة على المخللات، على الألبان، على الأجبان. اي اما بالوقت الحاضر خاصة هاي الأزمة الأخيرة شوي أثرت حيل، أثرت على السوق يعني، فالناس يعني قل إقبالها مو مثل يعني قبل، وهذا يعني أضعف الظروف المادية والهذي يعني، عمل ماكو، عمل قليل يعني مو مثل قبل يعني، يعني قبل كان يعني شوف يعني السوق يعني يسهي يعني بصراحة، غير يعني حركة عمل، حتى الأسعار كانت كلش بسيطة وهذه. بالوقت الحاضر يعني يعني أسبص الشيء اللحوم يعني، اللحوم يعني اللحم ب14 هسه اليوم كذا زين، بينما قبل لا يعني حتى الأسعار كانت كلش بسيطة يعني، يعني كانت لما ماكو أحلى من عتها يعني شنو، وهي حتى اللحظة موجودة الحمد لله والشكر يعني، هذا مثل جاري يفقد جاره، جاري طم جاره يعني، واحد يفقد يعني واحد يتفقد الثاني، هذه يعني فالحمد لله الحالة موجودة بعد، حتى اللحظة موجودة بالعوائل يعني، أنت لما تقبل يعني أحلى من هسه، قبل كانت عوائل كلها يعني عائلة واحدة وهذه، هسه تحس يعني مو يعني ما مو طعم قبل يعني، الناس كان سوق مستقر وعاد تصرف تعرف يعني، أنت مثل اللي يعني شو تقول هي ميزانية، هسه العالم تفلشت يعني ما يعرف شو يصير ما يعرف، هاي المشكلة يعني، قبل كان يعني سوق ثابت يعني سوق مستقر، هسه بالوقت الحاضر ماكو استقرار يعني، هسه اليوم ما تعرف باشر شو يصير، هنا المشكلة يعني، فالعالم كان تصرف ما تدير بال يعني، يصرف يقول لك باشر يجيني عادي هو سعر ثابت، أما بالوقت الحاضر يوم يسعر، فهاي المشكلة الناس تخاف يعني، الناس حتى اللي عنده ما يصرف يعني، الناس بتجبجب من هذا الشيء يعني، متخوفة حيل متخوفة من هذا الوضع. أنا قلت سأل الله أن يستقر الوضع إن شاء الله. كانت ايام رمضان قبيل ايام حلوه، اكو كانت ناس اكو تبادل ما بيناتها، اكو مخالطه ما بين الجار، اكو يعني اكو شغلات يعني ما بين الجار والاقارب تواصل، كانت يعني اكو يعني فصلت رحم يعني اللي يتواصلنا ما بين عمامنا وقاربنا وجيراننا، هسه حاليا الوضع قاعد يتغير، وين وين على قبل يعني ايام قبل يعني على ابهاتنا على اجدادنا يعني من يلتمون باجواء رمضان زين، والخيرات اللي نشوفها يعني مو مثل يعني هالوقت، هذا وقتنا حاليا يعني وقت تعبان يعني، ماكو امان ماكو وضعيه تعبانه زين، وين كان ذاك الوقت؟ وقت حلو والله يعني، بنشوفها يعني نشوف لمه كبارتنا يعني، يعني شمحلاها تقعد ما بين عمامك بين اجدادك جيرانك شيء شمحلاها، اكو يعني فد موده محبه، كانت يعني بالنسبه للشغلات يعني بالنسبه للسوق اسعاره مناسبه يعني، يروح من هنا يطلع يتسوق يعني شريد يعني موجود، اللحوم بالنسبه هسه اسعارها كلها كيلو 12000، باقي البكانات يعني عندك طليب قاعد يبيعوه كيلو 22، كان كيلو لحم ما يتجاوز له 7000 دينار 10000 دينار، هسه حاليا كيلو الطلي ب 24 ب 22000 حاليا، هسه ما يقولون يعني بكربله زين، كيلو الطلي يعني ب 22000، بينما هنا ب 20000 22000 هم بالكويت قاعد يصير، فالوضعيه يعني وين كانت قبيل وين هسه؟ يعني كانت يعني الحمد لله وشكرا يعني، واحنا بالنسبه لنا يعني طابع عشائري هنا زين، يعني الحمد لله وشكرا يعني، كانت يعني الاجواء وين؟ ناسنا وين؟ سوق يعني كنا بالسوق يعني اذا نريد نفتح نفتح الساعه بالخمسه الصبح، هسه حاليا اذا نريد نفتح نفتح بثمانيه ثمانيه ونص الصبح، اذا نريد نعزل يعني بالسبعه وين كانت قبل؟ يعني نبقى للساعة 12 11 بالليل زين، هسه حاليا الوضع هاك، شوف السوق سوق تعبان يعني وضعيه تعبان، الناس من محتاره بضيمها زين، والحمد لله وشكر، وهذا شهر رمضان شهر الطاعة مثل الدولة تنتبه لهالشيء هذا زين، وانت تنتبه له الدولة تنتبه يعني مراقبة يعني لهالناس هاي الفقراء، يكون برواتب مواد غذائية يعني يكون يوفروا لها، السوق يكون شوي يعني يتبضع، يكون المواطن هاك باع بعينك، وضعيه تعبانه حيل والله العظيم،
ناسك وناس ما عتها يعني تتغدى ما يتعشى. يعني شنو الوضعية هاي التعبانة وإحنا العراق هو بالخير. والله كل رقابة ما موجودة، أي مراقبة يعني بالنسبة لي يعني هي تابعة للأحزاب. إيه يعني هاي هسه ماكو أي رقابة. والله كل الأحزاب هاي لازمتها وضعية تعبانة وما تتعارف. احنا نشوف قبل رمضان اسعار هي مو نقول زينه، لا تفاح يعني عن مثل بطل الزيت المعيل كلها صعدت المواد، بس قريب رمضان شو نشوف الاسعار تتضاعف يعني تصعد اكثر، شنو السبب ما تعرف زين، مال شغله التجار الله اعلم، يعني قضيه سياسيه من الحكومه من الاحزاب من التجار، العلم عند الله. وهي المفروض برمضان مفروض الأسعار تنزيل، لأن هذا شهر الرحمة شهر البركة. زين هاي العوائل هماتين أكو عوائل ما عتها ترى ما عتهم دخل شهري أو يومي، هيك فد دخل بسيط عتهم يجيهم. زين وتلقاهم يعني حالتهم، إحنا يجونا هنا أنا والله يجونا للمحل، يعني تجينا نسوان أمورها تعبانة كلش. زين شوي الحكومة خلت تباوع على هاي العوائل، اكو بيها متعففه صدق متعففه، ما تقدر عوال ما تجيك تطلب من عندك زين، تستحي تخجل شوي الحكومه. خل شوف شغله الدولار، شوف شغله المواد الغذائيه، صعود الاسعار كلها شو هي، وين ما تباوع ما ادري والله شكلكم هذا كله جاي تطيح براس يعني كله جاي اصحاب الدخل محدود. اي طبعا لا وحتى بالراتب يابا، ترى بالراتب خلي يستلم له مليون، خلي يستلم له مليون ونص. زين اذا هو عنده خمس اطفال سته بمدرسه رحمه لاهلك شو يسوي؟ دورات الا تسوي دوره هسه ها للعلم، الا دورات تدخل دوره يا الله. زين اجور نقل طالب انه يروح المدرسه، اغلبيتهم متوسطه واعداديه، شاب يريد يصرف يريد يشوف اصدقائه شلون يصرفون، هاي همتين تاثر وكلها جاي توقع بمن اكثرها توقع بهذا بدخل المحدود، هذا اللي 400 و500 الف هاي وين قامت تتقيش بالاسعار، والورق 57 صعود يعني انت هسه لو الورقه ب 100، لو نفرض الورقه ب 100 انا عندي قاط هسه ب 25000، هاي لو يصير ب 100 قاط يصير ب 15 وين فرق 10000. يعني انا العام اسعارنا زينه الملابس، السنه لا والله صعود. زين ويجيك المشتري هنا أنا والله احنا خليها على الحافه الاسعار، ما تقدر تزود يعني شغله هي متنقه وتزود الدور يعني ما تقدر. شوف الناس ما عتها امكانيه، ما عتها ناس تعبت. قبل اتذكر بالثمانينات من يجينا رمضان الله يرحم الموتى، زين يعني قبل الفطور بربع ساعة تباع البيوت ماعون يطلع ماعون يدخل، الجوارين كل من يعني احنا شو مسوين نودي جوارينا المنا والمنا وجوارينا هماتين نفس الشيء، فمن تقعد على السفرة تباع ما شاء الله. زين ايش كم نوع، هم اهلك ما طابخين نوعين ثلاثة وما شاء الله فت ست انواع سبعة، هاي كلها تجيك من الجوارين. وهاي رمضان قبل حلو كل معانيه حلو، زين هو عبادته حلو وبصيامه هو صدق صيامه حلو. هسه رمضان ايش كله تغير هسه والله، قبل من تفطر الفطور مالتك ابسط شيء تحس بيه عسل، هسه والله شو تخلي وش تاكل ما بيك كل طعم، ليش؟ لان تحس اكو ناس ما عتها، تحس اكو ناس امورها تعبانه. زين فهي شوي هماتين
نهني الشعب العراقي بحلول مناسبة شهر رمضان المبارك، عادها الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات إن شاء الله. وشهر رمضان شهر كريم محبب، يعني اللي في طقوس خاصة، يعني نشوف التسامر والخروج في الليل، السهرات، ألعاب اللي يستخدموها الشباب، لعبة المحيبس أو ما شابه به، يعني شوف يعني هو متنفس، يعني العالم تقدر بعد عناء يوم كامل من صوم وصيام لهذا اليوم تعب، شوف العوائل تخرج بالليل في المقاهي في المتنزهات، يعني متنفس يعني جميل جدا إن شاء الله. أعتقد أنه تغيير كبير يعني في رمضان بسبب ارتفاع الأسعار، بسبب الأوضاع اللي يعيشوها، بسبب الفرد العراقي يعني اللي معاني من صعوبات من ناحية الشراء وناحية التوضع، يعني ارتفاع الأسعار أدى إلى يمكن عدم خروج عن العالم بصورة كبيرة، بس اللي أموره متيسرة، والدليل عندنا نشوف الأسواق يعني شبه خالية من المتبضعين. احنا حابين بس نستفسر يعني ايش هذا الشهر رمضان، يعني هو حاله حال بقيه الاشهر في السنه، يعني ارتفاع شديد خلال يوم او يومين، ارتفاع اسعار يعني شلون نقول معدل لهذا الشهر، معدل لهذه الايام، يعني المواد يعني نفس المواد الموجوده خلال شهر رمضان، يعني المتبضع والمستورد والتاجر يعني موجوده عنده الاسعار، ليش خلال هاليومين ارتفاع في اسعار، يعني ارتفاع يعني كبير جدا ملحوظ، يعني مو سعر يعني في شيء بسيط في هذا الشهر، ارتفاع شديد في اسعار اللحوم والمواد الغذائيه والحليب وما شابه ذلك، يعني احنا بس حابين يوم نستفسر هل الحكومه يعني داعمه لهذا المشروع او اتخذت قرارات تمنع من ارتفاع، احنا عكس الدول اللي في شهر رمضان يعني يقوم بفتح الجمعيات في الدول المجاوره وتنزيل اسعار المواد الغذائيه واللحوم والحليب وما شابه ذلك، يعني عكس العراق اللي اول يوم في رمضان ارتفاع شديد بالاسعار، يعني عكس الايام الباقيه قبل رمضان كانت الأسعار يمكن متفاوتة، لكن الآن الأسعار مرتفعة جدا جدا. هذا شهر رمضان شهر خير، شهر الطاعة والإيمان، المفروض هاي الأسعار هاي تنخفض بشهر رمضان، مو تعلى بشهر رمضان، يعني شوف أسعار غالية كلش غالية، تجي على اللحم كيلو ب 12000 دينار كان قبل رمضان ب 10، تجي للدجاجة ب 12000 دينار ليش؟ الفقير ايش راح ياكل؟ زين والسلة الغذائية تعطونا اياها انتم بالحصة هسه كل 30 يوم او كل 40، الطحين لحد ما جاي الطحين كل 40 يوم 45 يوم تعطونا طحين شنو؟ سلة غذائية شو تفيد مثلا؟ بطل زيت شنو لما تعطي بطل زيت؟ نص كيلو عدس، نص كيلو حمص، نص كيلو نشا شعرية، لما تعطي هاي؟ الفقير ايش راح ياكل بهذا رمضان؟ بس قولوا لي، وشي شنو الفقير؟ شنو الفقير؟ الفقير شنو؟ هسه شوف السوق انتم، واعي السوق هسه فوق السوق هذا كله فارغ، لأن العالم ما تتبضع، العالم ما تشتري، ما عدا فلوس بعد، هلكت العالم هلكت، العالم هلكت، العالم تعبت. تعبت العالم منين يجيب؟ يعني اذا ستشوف انت اول مخضر ابو مخضر ابو كان ما يبيع المخضر مثلا مالته كيلو مثلا كان التفاح ب 1000 دينار يبيعها ب 1000 ونص، البرتقال قام يبيعها ب 2000 دينار، ليش شنو الاسعار هاي؟ شنو الاسعار؟ ليش تخلوها؟ شنو السبب رمضان؟ يعني باقي نختلف عن باقي الدول العربيه؟ هو طلع ايه قال من اول بعد الجواب الشهر بعد حتى ما حكم المنصه يا الرقابه هي الرادره رقابه، والنزاهه هي الرادره نزاهه، هم هسه شفت انا دي يفترون هنا بالسوق، هذول الامن الوطني ما دي يفترون، شو يسوون؟ يعني يفترون يرحون منا يفترون يجون يرحون يجون يروح، ما يقول لي انت يا بقال انت يا ابو اللحم يا ابو الدجاج ليش تغلي الاسعار؟ ليش تغلي؟ تعال انت ليش اللحم اليوم؟ مو ب 10 ليش تبيعه ب 12؟ تعال اخذه سجنه، تعال تسوي شغله شيء، لا ماكو، كلها منها واليها. واحد يعني واحد يقول مثل قلت واحد يعرف الاخ. ما يقدرون لا رقابة تقدر لهم لا نزاهة تقدر لهم لا أمن وطني يقدر لهم.
رمضان هذا شوف احنا صايمين هسه رمضان، كل شيء ما عندنا، ربع ما عندنا بالبيت نتسوق به، كل شيء ما عندنا. الفقير ما يعوج عليه الزنقيل، قاتلنا الضيم لا عمال اكو لا راتب قوى اكو، احنا تقاعدين يعطونا 175، ال 175 وين نوديهن؟ كل شهر انطيهن لابن السوداني ياخذهن عصريه ما يكفلنا. احنا عائله سبع نفرات بالبيت وكلها على 175، لا عمال اكو لا باب رزق اكو عندنا، كل شيء ما عندنا، قاعدين وساكتين، متكسرين وساكتين. عندي واحد هم مسجون هم يريد من عنده مصاريف، واحنا حايرين يقول بس الله فوقنا ولونا وليه. زين الحصه التموينيه الحصه التموينيه توها بالدرب تجينا، نبيع من عندها الحصه وناكل. نريد لنا لحمه، نريد لنا دجاجه، نريد لنا واحد يروح يقعد له مطعم، نريد له دشداشه للعيد. هاي الاطفال شنو اليتامى، خلي يديرون بالهم على اليتامى. اللي يعطينا بطل شو اسمه السوداني يعطينا بطل دهن، وعلن بطل دهن وكيل نص كيلو شعريه المواطن، يعني احنا هسه ما نشتري الا ثانيين طبقه بيض. يعطينا طبقه بيض نتشارك بها 10 نفرات، احنا تقضينا شهر شهرين طبقه البيض، كل واحد نص بيضه عيب عليهم. خلي يباعون على اليتامى، خلي يباعون على النساوين هاي المظلومه، خلي يباعون على هاي العاطلين الشباب الجاعده لا شغل ولا عمل، عيب عليهم. خلي يستحون شويه ياكلون بدولاراتنا بمالنا بنفطنا ياكلون بفلوسنا مالنا ياكلون. كافي كافي، ما عندهم غيره ولا عندهم صبر، كلهم الجاعدين بالبرلمان كلهم، مو واحد واثنين ولا شخص واحد، من العباد من السوداني والعباد وهي جايه كلهم الجاعدين، اهل العمايب كلهم. خلي يباعون على الفقراء على اليتامى، ما عنده ملابس ما عنده نعال للعيد يباعوا على اليتامى، باعون على اليتامى. والله علينا السودان الطاري نص كيلو شعريه، شلنا بالشعريه؟ نريد احنا مال، نريد نصرف، نريد فلوس ناكل، مالنا يحرم علينا. تجينا ناس كانت ما ادري وين طالعه وتجينا تاخذ مالنا نفطنا تولانا وليه صارت وليه. شبابنا هذا المتحطم وجاعد لا شغل ولا عمل، كاتله جوع، شاب ما عنده بنطلون يلبس، ما عنده نعال يمشي بيه، بضميرهم لو وليتهم ايش قالوا عليهم؟ يعطينا 175 وعلى السوداني نص كيلو شعريه ونص كيلو شو اسمه هذا طاز مال محلبي، الطاز مال الحلبي ما استحى، مو عيب عليه قدام الدول. والله السوق صاعد، ابو اللحم كان يبيع اللحم 10,000 هسه قام يبيعه ب 13,000، الدولار صاعد، يعني المواد كنا ناخذه مثل ما كان الكيلو ب 1000 دينار صار هسه الكيلو ب 2000 دينار، هذا السبب كله سبب الدولار. احنا نطالب من الدوله بتنزيل الدولار، وهذا المواد صاعد كلها صاعد، واللحم صاعد، يعني الخضروات كلها صاعده. فد الدولار فد شويه ينزل مثل ما هسه ب 155 خلي يصير 120، خلي يصير 130، يعني كيس مال الطحين كان ب 25 هسه ناخذه ب 35. احنا ناشد من الدوله ينزلون الدولار وهاي الاسعار الصاعده ينزلوها. قبل انا اتذكر في اليوم صعدت على الطابق الثاني لقيت 3 قوان صابون مخزونه عندنا في زمن النظام السابق، هسه حاليا لا صابون لا تايت لا كلها تشتري، ماكو شيء رخيص. يعني هسه صار العكس، يعني قبل كان من شهر رمضان تقريبا شهر رحمه، شهر الشفقه على الناس اللي ما عندها، الناس المحتاجه، يعني هسه حتى من تسوق تستحي، الف كل ساعه جايك واحد، يعني كل ساعه واحد جاي على باب الله انطيني على باب الله، حتى ما تتهنى باللقمه اللي تاكلها. الله وكيله مساعده سوق مخضر يمكن 4 جوني مساعده، يعني الناس ما عندها محتاجه حقها، يعني انا حتى الى اني اشتري ما اقدر اشتري. زين شوف هسه ماكو اهتمام للمواطن او للعوام. ولكن ويا مواطن؟ منو بحال المواطن؟ هاي انت وانا نسمي ارواحنا مواطن، هو اصلا اكو مواطن؟ ماكو مواطن. شوف يعني عباره عن غابه، واحد يتهج ثاني. ولكن مواطن؟ هاي المواطن نحكيها على الدول الاوروبيه، على الدول الجوار، احنا بالعراق احنا عكس. يعني اما مثلا تروح الدكتور تروح العلاج صيدلية من تحاكي.
اليوم انت سوقت يعني وشفت الاسعار يعني بغلي، كيف يعني ابسط اليوم بسيط. ابسط اليوم ابسط يعني ولا حلة صغيره خضره كان قمر رمضان 20,000 هسه 10,000 يعني ها ملاحظه صغيره يعني زين الخضره شنو الخضره والله نجيها من النجف شنو النجف يا احنا ندري النجف هو النجف مقبره مو عندي بيصد الخضره ليش احنا ما عندنا شواطئ ما كيس يا والله الخضره مال النجف شنو يا فرق مال النجف واحد خضره مال النجف يعني كيف المواطن اللي ما عنده لا راتب لا عنده هذا الى هذا الى الله هذا الى الله بس الله بس الى الله هذا اللي ما عنده راتب ما اعرف يعني وين طوجها هسه اللي ياخذ راتب مثلا هسه عندك يعني هذا الاكراس مثلا المتقاعد الموظف اللي ياخذ له 500 ممكن يدوز يعني ياخذ بالدين راس الشهر يجي يمشي اموره بس اللي ما عنده راتب هذا الى الله بس الله يباوي له احنا الدول من يصير رمضان الاسعار كلها تهبط واشياء يبيعوها حتى ببلاش يعطوها للعالم احنا هنا بالعراق من يصير رمضان تصعد الاسعار بكل شيء باعلى شيء والنوب الفقير ما عنده وبعدين حصه ما وزعوا حصه ما انطوا الدوله ما انطت للعالم شو راح اصوم في ذاك الزمن الحصة التموينية كانت متوفرة ويطوك ثلاث مرات أربعة يعني قبل رمضان ما ثلاث أشهر أربعة يطوك في سبيل رمضان يكفيك وزايد عليك هسه احنا هنا كل شيء ماكو أصلا الحصة ما واصلة لحد الآن ورمضان راح هاي صار 10 أيام بيه ما حد إجا ولا حد دق بابك ولا حد الطاق ولا حد كل شيء هاي شلون حكي هذا ما أعرف يعني فشي عجيب غريب على هاي الدولة عجيب غريب شنو ما عندكم بلد غني وثري وخير من الله شنو ما عندها الدولة عندها خير من الله ولكن تعطي للفقير يعني تأذي الفقير شهر رمضان السنة يختلف عن باقي السنين الألفة والمودة انقطعت بين الناس بين الأخوة بين العوائل بين الأقارب قبل كانت الناس تواصل ناس توصل على ناس تطب الناس الجيران توصل الجيران هسه الحمد لله والشكر انقطعت هاي العلاقات ما أعرف البشر تغير الوقت تغير بس هو نفس رمضان بس الناس تغيرت ما أعرف ليش القطيعة صارت بين الأقارب والأخوة والقوات ماكو شيء قبل كانت الصواني صينية طب البيت صينية طب لهذا البيت يعني فتشي مفرح أسأل الحد الآن كل شيء ما شفنا أكو تغيير يعني واضح كلش واضح إن كانت العادات والتقاليد مال أيام زمان تختلف عن هسه هسه ماكو قلت لك ماكو تواصل بين الناس ماكو تواصل ماكو ألفة ماكو فتشي تقارب بين الناس يعني كل واحد بديره قبل لا كانت المشاعر تختلف الناس تختلف هسه كل شيء تغير ما أعرف مع احترامي للناس تغيرت يعني قلوبها صارت مو نظيفة ما أعرف الفرق هسه موجود كل شيء بالسوق بس غالي العالم ما تقدر تشتري قبل كان العالم تشتري يعني من اللي جوه ايده يقدر يشتري به بس الحاجه موجوده بالسوق بس العالم ما تقدر تشتري ارتفاع بالاسعار ارتفاع بالمواد الغذائيه ارتفاع بالزيوت ارتفاع بالبقوليات يعني احنا هاي اول ايام رمضان والاسعار خرافيه يعني ما تخطر على بال من المخضر من الطماطم من هاي الاشياء يعني هواي اختلاف الدوله ما تدعم السوق ولا تدعم المنتوج الوطني حايرين يستوردون من برا الاسعار ترتفع والمواطن ما يقدر يشتري هو هذا الموجود اللي بالسوق أكيد الدولار لحد الآن 57 أو 56 ألف دينار طبعا يأثر على المواد
اللي كانت الحاجة بألف صارت 3000 دينار طبعا يصير بقى. قبل كانت لا ماك الدولار 120 125 العالم تشتري هسه ما هو ما تقدر تشتري لأن صار كله مضاعف اتجاه كله للصعود. نتقدم بالتهاني والتبريكات للشعب العراقي على حلول هذا الشهر الفضيل وإن شاء الله شهر خير وبركة على الأمة الإسلامية وبالخصوص الشعب العراقي وإن شاء الله هذا الشهر الفضيل يكون يعني محطة انطلاق يعني للأمور إن شاء الله اللي يعني لأن الشعب تعب بصراحة يعني. رمضان كريم وإن شاء الله كل عام والأمة الإسلامية بألف خير. لو جعلنا مقارنة بسيطة بين رمضان السابق ورمضان الحالي نشوف أكو فرق ولكن الفرق اللي نقول بسيط. إحنا نسمع من آبائنا وأمهاتنا بأن كانت الزيارات بين العوائل حتى استذكر عندما يكون هناك تكون هناك وجبة أفطار أيضا يشاركون الجار ولو بشيء بسيط ويكون تبادل بين العوائل وبين البيوت من خلال الفطور وأيضا السحور أضافة إلى الجلسات. إحنا كشعراء تقام جلسات أدبية جلسات فكرية أمسيات شعرية لقاءات ودية. تعرفون مثلا هذا الشهر مبارك ومميز من خلال اللقاءات والود أيضا التسامح ولذلك أطلق على شهر رمضان بالشهر الكريم. نعم احنا استذكر انا في بدايات الشعريه وايضا نسمع من شعرائنا الرواد بان كانت جلسات سواء محاورات شعريه بالابوذيه او الدارمي وايضا يطرحون موضوع يكتب عليه من خلال نخبه من الشعراء. الان وين كنا نفتقر لهذا الشيء لكن نتمنى ان تستمر هكذا جلسات وهكذا لقاءات على الاقل كل لقاءات وديه استمراريه بجماليه رمضان وهذا الشهر المبارك وايضا لقاء الشعراء. حقيقة كل ما تتطور المجتمعات تتطور الفعاليات اللي يقيمها هذا المجتمع وهذا ينعكس على العادات الرمضانية اللي يمارسها المجتمع في محافظة واسط. أكيد بعد الإفطار الناس تتزاور الناس تحضر ملتقيات تلعب بعض الألعاب وبالتالي ترفه عن نفسها بعد يوم شاق من الصيام. واللي شفناه في محافظة واسط خلال هذا الشهر هو إقامة الندوات الفكرية الندوات الخاصة بالاستثمار ندوات اجتماعية وهذا شيء مهم لتطوير الناس على المستوى الثقافي والاجتماعي. التزاور بين الأقارب هو السمة الأكبر بشهر رمضان. بنفس الوقت حضور الألعاب القديمة مثل المحابس أو بعض الأطفال يلعبون ألعاب ثانية ممكن تكون فقط في رمضان.
وبالنهاية هذه كلها الأيام تطورها وتجي بأشياء جديدة تتوافق مع الوضع الحالي للمجتمع. يعني سابقا قبل السقوط خلينا نقول هي كانت الحياة بسيطة، أنه الأطفال يروحون للمدرسة يرجعون وبالتالي يفطرون ويطلعون على مستوى الشارع أو الدربونة اللي يعيشون بها. فهذه الفعاليات اللي ممكن تصير أكثر شيء يلعبون مثلا محابس، يلعبون حتى ختيلان وغيرها من هذه الأمور. فكانت الحياة جدا بسيطة بهذا الاتجاه. هو حاليا مثل ما انا قلت بالبدايه انه الحياه تطورت توسعت، فحتى مثلا هسه بالكوت خلينا نقول او في محافظه واسط الاماكن الترفيهيه المطاعم المقاهي جاي تتزايد وتتنامى، وهذا يأثر على حياة الناس بعد الإفطار. يعني مثلا هذا اللي يروح إلى مقهى، هذا اللي يروح إلى منتجع سياحي إلى آخره، هذه كلها سابقا ما كانت موجودة. يعني وحتى خروج العوائل سابقا يعني قبل السقوط أو غيرها خروج العوائل أيضا ضعيف يعني من ناحية اجتماعية. الآن شوية صارت الناس بدت تطلع، بدت تتواصل، بدت تروح إلى أماكن ترفيهية، بحيث سابقا كان فقط يعني زيارات متبادلة بين البيوت فقط يعني.